بون، توضيح صغير، ما نجمش نطول. توضيح صغير برك، أنا عندي الحق كمواطن ندافع على شرف بنات بلادي ونساء بلادي، مش أنا باش ندافع عليهم يا ديدي بان وفراس الراجدي. راهو تنجم تطلع لكم واحدة تجبد لك عينيك، ذيلك تقصه لك مثلا، تنقص فيه، تدخل لديار الناس، تستبزوا الناس معناها بالتصاور بالفيديوهات القدام، معناها تخموا القدام وتخموا على الفلوس اللي ما يجيش معكم في الصف، تبعثوا له التصاور نتاعو الفيديوهات في ديار الناس وفي وقت غفلة تعملوا تصاور فيديوهات، وشي هذا موجود موثق لا علينا تعداو القدام. انت يا ديدي ذبان امس عملت فيديو طوله ساعة وربع، معناها ساعات تتفرج في فيلم حلوة اكثر من ساعة تمل، تعمل لك تطفي وتخرج. فاش تحكي انا قررت باش نعمل مونتاج، فهمت؟ نقص شويه منه ونعطيكم كلامه. امس طلع يهدد، قال كل واحد عنا عليه دوسي، قال بفمه كل واحده ولا كل واحد عنا نقطه ضعف، راهم يخموا القدام شواطن. برشا عائلات تدمرت بجرتهم، برشا نساء طلقوا من رجالهم، وبرشا رجال طلقتهم نساءهم بجرة الحكايه هذيا. هما كما قلت لك سي فراس الراجدي يجيب في الملفات من عند بعض الموظفين في القنصلية التونسية بستوكهولم منطقة كارلا بلان، بصفته كان موظفا سابقا في القنصلية التونسية بستوكهولم. مهنته بالضبط كان طباخ، كان طباخ. ولا نرجو لدي ذبان أمس طلع يهدد، قال كل واحد شدين عليه نقطة ضعف. هذا كلام واحد عنده نقطة ضعف، كل واحد عنده نقطة ضعف. المشكل الكبير وين؟ معلوماتنا كتوانسة موجودين بالسويد، معلوماتنا في القنصلية التونسية بستوكهولم غير محمية تماما، مش محمية، مكشوفة للناس هذوما. كيفاش انت موظف سابقا كنت طباخ او كنت ما لا تفعل، معناها تجيك معلومات علينا الكل، ارقام تليفوناتنا ومعلوماتنا وين نسكنوا وشنو نخدموا، تعرف كل شيء، وانت تجي تدق البيبان وتختار، يعرفوا كل شيء، ويختار شكون هذا شكون هذا شكون هذا، يكلمهم يطرق البيبان ويعمل الخدمة متاعه، واللي ما يجيش في الصف متاعه كما قلت لك يدورها خاطر ما يخموا القدام. كل واحد شدين عليه دوسي، كل واحد يعرف كل شيء كل شيء كل شيء. سيد سيفيراس اللي هذا المفروض يتعاقب او يترحل لتونس بصراحة او يعاقب في تونس، المهم لازم يتتبع قضائين هذا السيد، رأس أفعى كبير بصراحة فاسد. لابد من الحذر يا توانسة يا عائلات، يا اللي عندكم بنات يا اللي عندكم نساء، الجماعة هذوما يعني بالحق تحسهم بركة حاجتهم بالفلوس، قالوا شرف ونحب ونلموا توانسة ويخاطب في توانسة في الدنمارك في السويد وفي اسكندنافيا، ما كفاهمش تخريب الديار، يحبوا يزيدوا القدام. سي ديدي بان شنو يخدم في راس؟ وين كان بالضبط؟ سابقا نحكي سألت في راس، قلت له في راس شنو حكاية الرجل؟ قال لي أنا كنت نخدم طباخ في السفارة، يعني في الإقامة ما عندي حتى شيء. شكرا شكرا سي ديدي بان، أنا نشكرك على الصراحة نتاعك أنك استعرفت، شكرا لك. إنسان ينجم يخدم علاقات عامة. لحظة لحظة يا سيد ديدي بان، سامحني، شنو قلت؟ إنسان ينجم يخدم علاقات عامة، معلومات عامة. مش قصدك معلومات المواطنين التوانسة بالقنصلية التونسية ستوكهولم اللي قاعدة تتسرب لبرا، هكا ما هو؟ كي كلموا في راس الراجدي، في راس الراجدي يخلي الدنيا وما فيها ويمشي يجاوبهم انت كذا انت كذا. نشكرك مرة اخرى، شكرا لك، واصل الحديث باهي. ولانسى معايا ليفينمون، والناس كل تعرف اللي في راس بارتاجا على برشا بروفيلات المسرحية اللي انا عاملها، وناس قالت ما انا سألت انت ولا في راس، قلت لهم راني انا، ما راهو في راس عاوني ويعطيه الصحة وبارك الله فيه. داكوردو. قام بدوره عاونك بارك الله فيه،
تقصد يجيب لك معلومات الناس تسرب من القنصلية من عند بعض الموظفين في القنصلية التونسية ستوكهولم، ويقوم بدوره زاد يدخل ديار الناس وقت الغفلة، يعمل تصاور هكا مع بنات الناس ويستبزها. بعدين طلقتوا بنات الناس، شتتوا عائلات، ها هتكتوا أعراض بنات بلادكم، تونسيات بنت بلادك، مش هكا؟ وانت تخرج كان مع العراقيين وكان مع الشرقيين ومع كذا ومع كذا ومع كذا، فهمني؟ وراجلك التونسي طلقته ومشيت خذيت واحد مصري، على خاطرك انت جولد ديجر، على خاطرك انت حفاره نتاع تلوج على الذب وتلوج على الكذا، انت انسانه تحب الفلوس، اوكي؟ وكي قلت لي راهو استخدم ديدي واحد، قلت لك عندي شركه، اوكي انا نخدم كونتابل وتعرس بيا، قلت لك انت 42 سنه، انا كي نحب ناخذ واحده ما ناخذش واحده عزوزه، انا عمري 35 سنه. واصل كلامك ما تطولش. انا بنت بلادي ما نستخدمهاش، ندافع عليها ما نخليهاش، ما نجيش نستغلها وبرا نستغل ضعفك واحد. تي لا عاد سي ديدي بان، ثبت لنا روحك عاد، ما تمشيش مع الموجة، ثبت لنا روحك وفهمنا قصدك شنو معناها نقطة الضعف، فهمنا قصدك، واصل وما تطولش برشا بربي. انا قلت لهم ديدي قال لي اجا ناخذك ونربي لك صغارك، حتى نربي صغاري انا، حتى نربي صغاري، مش نربي صغار الناس، انا كي قلت لك عبارة اختي. تي لا عاد لهنا دخلنا في خرافة ام السيسي. لازم يكونوا ناس تفهم الحاجة، اش معناها تفهم الحاجة؟ يعني ناس توانسة، أنا نأمن اللي في السويد وفي الدنمارك وفي أوروبا الكل فما برشا كفاءات متاع توانسة، ديز أدمينستراتور، ناس تخدم في الدولة، ناس كذا كذا كذا، نجمو كي نلموهم الناس هذوكم ونحكيو مع بعضنا، نعملوا حاجة خارقة للعادة اللي هي تكون تخدم بلادنا، ونعملوا فما تريكلام لبلادنا، ونتلموا ونعملوا حاجة مزيانة وكذا. كان ناويين باش تعملوا اكثر من الخنار هذا على الدنيا سلام، ونعرف اللي مخبيين حاجات كما تقول انتوما نقاط ضعف الناس للمستقبل على ما ياتي. سي كذا ولا كذا، انا راني ما نهدوش العباد، انا كي يبدا عندي مشكله مع حد راني نتوجه له ديريكت. تكذب بكل صراحه وتصدق في روحك. كلمتني أمس 10 جويلية 2020، طبعا بعد ما حكى معايا في راس قال لي يا ودي شبيك تحكي هكيك، قلت له انا ستوب تحكيش معايا على البريفي، احكي معايا وين الكومنتير. من بعد عمل لك وفسخ الكومنتير، ما عجبوش، مش زعما نطيح في النيفو نو، لكن اللي شفته واللي موثق حكيته بعد فسخ الكومنتارات. سي فراس الراشدي العضو او الموظف السابق في القنصليه التونسيه ستوكهولم، التهديد موجود، اسمك موجود، عنوانك موجود، كل شيء موجود، لانك كلمتني برقم تليفونك، فهمت؟ بالتوقيت بكل شيء موجود معناها، وهذا التصاور الموجودين. وطبعا باش تلقى من بعدها كلام سي فراس الراشدي اللي حكى معايا قبل ما تحكي معايا انت سي ديدي بان. يعني كما نقولوا احنا كالعساق يكلم مع الناس الكل، ما عنده عداوه مع حتى حد بالرسمي، في راس ما عنده عداوه مع حتى حد، لكن انسان كان اللي يحب الربوخ ويحب الجو ويحب الناس الكل. الربوخ والجو اي
يمشي لي توا مالا شنو يحرك روحك الجو ربوخ. هذا أمر خطير وخطير جدا، بجد وبجدية يجب إيقاف هذه المهزلة. كيف لمعلوماتنا أن تتسرب من داخل القنصلية التونسية بستوكهولم إلى هؤلاء المجرمين أمثال فراس الراشدي ويقع التلاعب بمعلوماتنا؟ معناها إنسان يتحصل على اسمك واللقب متاعك ومهنتك ورقم البرشن نمبر، معناها الرقم الوطني اللي في السويد، ويتحصل على كل شيء ومهنتك وين تخدم وين كذا. معناها نقص كان باش تعطيه بطاقة تعريف، تقول له هذه بطاقة تعريف متاعي هويتي خليها عندك، خليها انت في القنصلية غديك وتروح. هذا اللي نقص. هؤلاء المجرمين تلاعبوا بأرواح الناس وبشرف بنات. إلى حد هذه الساعة فما بنات توانسة مقيمين في السويد بلعين السكينة بدمها وساكتين، هم ضحايا فراس الراشدي، المجرم فراس الراشدي وأمثاله وجماعته العصابة ساكتين. تقول لك أنا نسكت ونمشي معهم في الصف باش ما يسراليش كما سرى الغيري. تقول لك أنا غيري طلقت رجلها وخسرت دارها وخسرت حياتها، أنا نمشي معهم في الصف ونسكر فمي، سامحوني بالكلمة ونسكت أحسن ما يسرالي كما سرى لها. يجب إيقاف هذه المهزلة، يجب حماية معلوماتنا الشخصية في القنصلية التونسية في ستوكهولم، وهذا أمر بصراحة لا يجب أن نسكت عليه. وشكراً.